أعزائنا الطلبة، نرجع نكمل الفصل الثالث. موضوع اليوم تكوين البيوض. وين تتكون البيوض؟ في المبيض. عندي هناك الخلايا الجرثومية وداخل المبايض بعمليات انقسام أيضا تكون غير مباشرة. افتهمناها احنا غير مباشرة، يعني ما يصير عندي تغيير في عدد الكروموسومات، يعني تبقى 2C. وينتج عنها مجاميع من الخلايا أسميها سلفات البيوض. إذن ما منشأ سلفات البيوض؟ ما مصيرها؟ ما المجموعة الكروموسومية؟ تعاني سلفات البيوض انقسامات اعتيادية أيضا متعاقبة حتى تنتج عندي سلفات بيوض إضافية أيضا تكون 2C. يبدأ قسم من هذه الخلايا بالنمو فيكبر حجمها، فأسميها الخلايا البيضية أو الأولية أو الابتدائية أيضا تكون 2C. ما منشأ الخلايا البيضية الأولية؟ تكون هذه الخلايا في كثير من الحيوانات وخاصة الفقريات محاطة بخلايا صغيرة الحجم تسمى الخلايا الحويصلية. شنو اسمها؟ الخلايا الحويصلية. تشكل الخلية البيضية الأولية مع الخلايا الحويصلية المحيطة بها ما يعرف الحويصلة المبيضية. دائما نجيني تعريفها أو موقعها أو منين تتألف الحويصلة المبيضية؟ من تمر الخلية البيضية الأولية بمرحلة الانقسام الاختزالي الأول. ايش راح ينتج عندي؟ خليتان غير متساويتين بالحجم. لماذا؟ بسبب الانقسام السيتوبلازمي غير المتساوي، فينتج عندي خليتان غير متساوية، يعني واحدة كبيرة واحدة صغيرة، لكن كل واحدة من عندهم 1C. لماذا؟ لأنه ناتج من الانقسام الاختزالي. لما صار عندي خليتين غير متساويتين بالحجم، كبيرة الحجم أسميها الخلية البيضية الثانوية، بينما الصغيرة أسميها الجسم القطب الأول. إذا المجموعة الكروموسومية الجسم القطب الأول هو 1C. لماذا؟ لأنه ناتج من انقسام اختزالي. الخلية البيضية الثانوية تمر بمرحلة انقسام اختزالي ثاني، فينتج عنها خليتان غير متساويتين بالحجم، أيضا الكبيرة تسمى أرومة البيضة، وتنمو لتكون البيضة الناضجة، أما الصغيرة جسم القطب الثاني. نعيد، الخلية البيضية الثانوية أيضا تمر بمرحلة انقسام اختزالي ثاني، هذه راح تبقى ثابتة بنت القسم، التي ينتج عنها خليتان غير متساوية، يعني الإخصاب راح يكون بمصير هذه. الكبيرة تسمى أرومة البيضة وتنمو تكون البيضة الناضجة، أما الصغيرة فتمثل جسم القطب الثاني، أيضا يكون 1C، وكلاهما أحادي المجموعة الكروموسومية. وقد ينقسم الجسم القطبي الأول حتى يكون عندي جسمين قطبيين آخرين، أيضا 1C. انقسام اعتيادي بعد هذا راح يصير هنا، مو اختزالي. يعني النتيجة راح تكون بيضة ناضجة مع 3 أجسام قطبية، هذه تنحل فيما بعد. دي رسم البيوض في الثدييات، هذا هو جانب المبيض، هذا المبيض، وهنا راح ألاحظ أنه عملية التبويض، هذه قناة البيض هنا طرفها أو هذا المبيض، وهذه قناة البيض، حتى البيضة لما تنطرح تجي هنا بالقناة القمعية وتذهب في قناة البيض ومن ثم إلى البحر. هنا عندي الخلية البيضية الأولية اللي هي هذه تكون 2C، جت منين؟ من سليفة البيضة. أيضا تكون راح تعاني من انقسام اختزالي أول، إذا راح تكون 1C. الانقسام راح يكون غير متساوي، وحده كبيره وجسم قطبي اول، هذه بهذه المرحله. هذا راح تكون عندي حويصله جراف. ايضا هذه البيضه الجسم القطبي الاول ممكن ان ينقسم يكون جسمين قطبيين اخرين، وهذه الخليه اللي هي الخليه البيضيه الثانويه تنقسم ايضا انقسام غير متساوي، هذه راح تتمايز وتكبر الى ارومه بيضه، وهنا راح يكون عندي جسم قطبي ثاني. إذا النتيجة
بيضة ناضجة وثلاثة أجسام قطبية. هذه الأجسام القطبية مو معناته واحد سين واحد سين واحد سين يطلع عندي ثلاثة سين، لا، كل واحدة من عندهم واحد سين يعني مستقلة عن الثاني، ما راح يكون عندي جمع. هذا واحد سين واحد سين واحد سين واحد سين. إذا المجموعة الكروموسومية للجسم القطبي الأول واحد سين، مجموعة الكروموسومية للجسم القطبي الثاني واحد سين، مجموعة الكروموسومية لأرومة البيضة واحد سين، مجموعة الكروموسومية البيضة الناضجة واحد سين. مصير أرومة البيضة نعرفه، منشأ أرومة البيضة، منشأ الخلية البيضية الثانوية، وهكذا.